دي بالنسبة لمكعبات الخرسانة، الخرسانة مسلحة. المفروض أنا عندي بصب تقريبا 400 متر مكعب، باخد حوالي 20 مكعب. 11 ولا لا؟ تمام، 11 ولسه جاي. إن شاء الله. تمام، صورة مع مكعبات بقى. هديك صورة. ماشي، المفروض كل جنيه بكل مكعب على 3 طبقات، كل طبقة 5 سنتي. 5 سم. تمام، والمكعب 15 × 15 × 15. المفروض احنا بناخد مكعبات دي بنكسر بعد 7 أيام، بنشوف الإجهاد. المفروض بيكون 75% من الإجهاد. الإجهاد هنا عندنا المفروض 250، يعني المفروض 75% من 250، وبعد 28 يوم المفروض يحقق ال 250، ما يقلش عن 250. تمام،